بسم الله الرحمن الرحيم، دي حلقة جديدة من كورس الديفرنشال ايكويشنز او المعادلات التفاضلية. هشرح معاك فيه ايه؟ هشرح معاك فيديو تاني من فيديوهات الآلة الحاسبة، وهي ازاي تحل فورير سيريز. عشان اللي ما يعرفش الحتة دي، ناس كتير قوي عارفاها، فلو انت مش عارف ازاي تحل فورير سيريز اللي هي نوع معين من المسائل، طبعا مستحيل يخليك تحل المسائل الكلامية، يعني ده ما ينفعش اصلا، ده مش منطق، ولكن انا هحل لك بعض المسائل اللي تيجي في امتحان، زي لما يجي في امتحان يقول لك في الاخر ايه، وده اللي غالبا هيجي في امتحان، في بيجي كتير في الامتحان، يعني في الاخطر، امتحان الاخطر طبعا، حلو، يقول لك هات لي السيجما من اول واحد لحد انفينيتي لواحد على ان سكوير، يعني عايزك تحل المسائل فوق دي، ومن الحل توصل انك تجيب السيجما دي في صوره الحل اللي هتطلع، وتحاول تلعب في شكل الحل عشان توصلها للناتج ده، وتعرف قيمه السيجما كام. فساعتها احنا اصلا هنعمل ايه؟ هنعتبر نفسنا مش شايفين اللي فوق، وهنجيب قيمتها مباشره بالاله. طيب تعالى اوريك مثال مثلا، وليكن خلينا نبدا بتاع الفاينل ده، جاي السنه دي، فانت الحلقه دي بالظبط صغيره، فهتضمن لك ان شاء الله يعني 3 درجات مثلا، 3%، فرقم حلو، حلو ان انت تسمع 10 دقائق ولا حاجه تجيب بيها درجات. فانت في امتحان هتعمل ايه؟ هتقوم كاتب السيجما دي على الاله بالظبط بالظبط كده، واحد على اكنها ان سكوير، تقوم كاتبها اكس سكوير عادي خالص، وتقوم كاتب تحت من واحد لحد فين؟ لحد انفينيتي. انفينيتي دي بالنسبه لي عارف يعني ايه؟ عوض كده بالارقام، لو قلت انفينيتي يعني هفضل احط كل مره رقم واجمعه اللي ورا، واحد على واحد سكوير زائد واحد على اثنين سكوير، اثنين سكوير زائد الى اخره، صح كده اهو؟ هتلاقي ان الكسر عمال يقل يقل يقل، يعني بعد 10 15 كسر الكسور اللي وراهم هتبقى كبيره جدا في المقام، يعني التوتال قليل قوي، لا يكاد يذكر. فانا اكبر كسور بالنسبه لي هو اول 10 كسور، 7 كسور، 8 كسور، فدايما هنفترض ان الانفينيتي هنا عشان نجيب ابروكسيميشن هنحط الانفينيتي مثلا ب 8، ب 5، ب 10، خلينا دايما نحط نوحد الارقام، حط 10. ال 10 دي هتنجزك على طول، هتجيب لك الناتج بسرعه، وفي نفس الوقت ايه؟ ال 10 اول 10 كسور هم الاغلبيه، اللي وراهم بيبقوا صغيرين جدا، فما بيبقاش ايه؟ ليهم وجود قوي يعني، فاهم الفكره؟ تعال اكتب معايا سيجما، هنجيبها ازاي؟ شيفت لوج، شيفت الزرار تحت الاون، شيفت لوج هيديك شكل السيجما، قول له 1 على اكس سكوير من اول 1 لحد 10. شوف دوس يساوي، هيقول لك الناتج 1 5 1 54. ده مين؟ مش عارفين. انت كنت عارف في المنهج في محلية السؤال، كنت عارف ان هو طلع باي سكور على 6، اكتب على كده باي سكور على 6، باي سكور على 6، قال لك بواحد و46. شفت الابروكسيميشن قريب جدا ازاي؟ هتقوم عارف ان هو دي الاجابه الصح. لكن مثلا اكتب باي سكوير على 8، هتلاقيها بعيده كل البعد، هتلاقي 1 و23 اهو. اكتب باي سكوير على 12، هتلاقيه بيقول لك 0.8. طيب ده باي سكوير على 4، هتلاقيه بعيد جدا 2 وكسر. يمين الصح على طول، هو ده بالنظر على طول، ما خدناش. طب استنى، لو خليت عارف بقى دي، لو خليتها مثلا 30 هيطلع لك الناتج اكزاكت، هتلاقي حوالي 1.64، ما تدخلش الميه، لان الكسور اصلا هي بتديك حاجات من 1000، وانت اصلا مش تاخد اللي من 1000 ده، فاهم الفكره؟ فهتلاقي ان الموضوع ايه، كل ما تكبر الرقم اللي فوق كل ما تطلع ناتج اكزاكت اكتر. ثانيه ناخد ده، دي كانت مساله برده في الشيت او في ملازم المراجعه، مش عارف الصراحه، بتوع المعادين وخلاص، وكان طالب منك السؤال ده، هو كان في السلايدز اصلا السؤال ده كمان، حلو، طالب في السيجما دي، يعني طالب، بص انا خدت بالك ما بصيتش اصلا على نوع الداله، لما قلت طالب سيجما قلت اعملها بالاله وان شاء الله تتجاب من اي سكه، مش قصتي اصلا ان انا هعملها بايه، هو هنا درس عليك انك في المنهج تحلها بفوريير، احنا نحلها وخلاص. فهو عامل ايه؟ هو كتب على الاله سيجما، يبقى شيفت لوج واحد على ان سكوير، احنا لسه حالين المساله دي بالظبط، حلينا دي بالظبط، طلعت كام؟ طلعت باي سكوير على 6، باي سكوير على 6. تعالى اللي وراها بقى، هتكتب شيفت سيجما، تقوم حاطط في البسط فوق سالب 1 الكل اس اكس زائد 1 على، انزل تحت حط اكس سكوير، حط من اول كام لكام، من 1 لحد انفينيتي، خلي انفينيتي مثلا المره دي ب 8، اللي هو رقم كبير، عشان بعد 8 كسور انا مش قابل ليها وجود، الارقام اللي جايه كلها هتبقى صغيره جدا جدا، لا تكاد تذكر. قال لك الناتج 0.81، عارف ده مين؟ جرب كده الاختيارات، هتلاقيه هو الباي سكوير على ال 12 على ما اذكر، باي سكوير على 12 طلع بكام؟ ب 0.82، شفت الفرق؟ لا يكاد يذكر، هو ده الاجابه، هتلاقيها في الاختيارات ومختارها على طول. طب تعالى المساله اللي وراها، المساله دي يعني حلوه ليه؟ لانه طالب منك السيجما بس مش مديها لك في شكل سيجما، يعني كاتبها لك سيجما بس بطريقه مختلفه شويه. اي بص، كاتب لك، كاتبها لك مفروشه، فانت هتكتبها انت سهله دي. الاعداد الفرديه معادلتها ايه؟ ايه معادله الاعداد الفرديه؟ 2 ان ناقص 1، ده الشكل الايه الانسب يعني، هقول لك ايه دلوقتي. يبقى 1 على الاعداد الفرديه تربيع، يبقى الاعداد الفرديه قانونها 2 ان ناقص 1 لكل تربيع بدءا من الواحد، من الان بواحد لحد انفينيت. طيب ليه عملتها بالشكل ده؟ عشان لما اعوض بواحد اول رقم هيديني 2 في 1 ب 2 ناقص 1، يدي لك 1 اول عدد فردي، اعوض بتاني ان اللي هي 2، 2 في 2 ب 4 ناقص 1 3، ادالك تاني عدد فردي، فظبطها على كده. كان ممكن احنا نكتبها 2 ان زائد 1 ويبدا الان بصفر، بس انا ما بحبش كده، فاهم الفكره؟ هتلخبطك، خليك على الشكل العام. دي الاعداد الفرديه، اكتب على الاله بتاعتك شيفت لوج هيدي لك شكل السيجما، حط فوق 1 على 2 اكس ناقص 1 لكل تربيع من اول 1 لحد 8 مثلا، خلي الانفينيتي المره دي 8، 1.202. مين ده؟ تعالى نشوف الاختيارات، الاجابه طالعه ايه عشان ننجز؟ الاجابه طالعه ايه؟ اول واحده اللي هي باي سكوير على 8، اكتب باي سكوير على 8، طالعه فعلا 1.233، شفت القرب؟ قريبه جدا، بس عشان حاطط 8 مكان الانفينيتي فايه مطلعها بعيده سيكه، لكن عارف لو خليت 8 دي مثلا 20 او 20 مثلا، تعالى نجرب كده بسرعه اهو، 1
على 2x ناقص 1 لكل تربيع من اول 1 لحد 20. هتطول شويه في الناتج ولكن هتديني ناتج قريب جدا من الصح. اديتني 1.221. ايه رايك؟ كل ما تكبر الرقم اللي فوق كل ما انت تبقى خدت كسور اكتر فتقرب من الناتج الصح. فهمت الفكره ايه؟ بس كده خلصنا الحلقه. فاتمنى ان السؤال ده لو جالك في امتحان تحله على طول بالطريقه دي. ودعواتك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واقرا انت بقى الابيات دي في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.